ورجعنا لكم تاني في فقرة المطبخ. أحلى حاجة الأكل مع الشيف المتميز اللي أكله ما حصلش، وهيعجبكم قوي المقادير والحاجات اللي هو عاملها، الشيف محمد محمود سعد. هي قصده، هي قصده. انا قصده محمود سعد بعكسه. بسلم عليكي طبعا، بسلم على الاستاذه ندى بسيوني منوره المطبخ والتقديمه بتاعتها جميله، بسلم كمان على ايمان عز الدين والدكتوره الجميله منى عبد الغني وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما اعرفش يكذبوا. النهارده بقى عاملين كبده فراخ بطريقه يوناني وخبزين عيش بطريقه يوناني. خلاص حبه الموضوع، حبه جدا حبه الموضوع. طيب هنقول المقادير بتاعت اول وصفه، هي كبده الفراخ. على طول كبده فراخ تكون متنظفه ومتقطعه قطع صغيره، وبصل ابيض حوالي بصلتين كبار كده متقطعين، وملح وفلفل وزعتر وثلاث اربع فصوص ثوم وبقدونس رشه وطماطم وعصير ليمون خيار وخس وزبادي وشبت عشان الساندوتش من جوه. مش جوه الكبد. لا بس هي الكبده بقى في الاول خالص، اول حاجه زيت زيتون. نحط هنا شويه زيت زيتون. احنا طبعا عارفين ان ندى ليها برامج وكانت مذيعه وتنافسنا، وعشان كده حبينا نرجع بعد الفاصل باحلى مذيعه في الستات النهارده. لا من غير ما اغمضها عامل لكم. لا استاذه يعني. طب وانت بتحط الكبده كده بقى شيف محمود، قول لنا كبده الفراخ بتتنضف ازاي، عشان في ناس بتهريها تنظيف لحد ما تبيض منها. بصي يا امان، انت عندك حق، هي كبده الفراخ مجرد ان هي تتغسل غسله خفيفه جدا بميه تكون ساقعه. مهم جدا ان هي ميه تكون ما تكونش دافيه خالص، عشان ما تتهريش، عشان ما تتهريش، وبتتقطع قطع كبيره زي ما انت شايفه كده. مهم جدا، مهم ان الطاسه تكون نفسها سخنه جدا، واول ما نحطها في الطاسه يعني مفيش ملح ودقيق، مفيش ملح ودقيق وخل والكلام ده، الزيت بيطرطش. لا لا خالص، شويه ميه. طب الزفاره طب يعملوا فيها ايه؟ بصي بقى في التوقيت ده احنا ما بنقلبش، ومهم جدا ان هي تكون فريش جدا. وبعدين بنحط رشه فلفل اسود كده ورشه ملح. انا لسه منضفاها من يومين وشلتها لان فيها قلوب، فتحت القلوب بالمقص عشان هي دي اللي بيبقى فيها زفاره. صح يا أيوة. محمود برافو عليكي، بس انا احب انك تستخدميها فريش، يعني كبده الفراخ عاده لما بتتجمد لو انت شلتيها في الفريزر ده بيدي نوع من انواع الزفاره شويه. لو استخدمتيها فريش اول باول الموضوع بيبقى سهل. اولا انا النهارده عامله كبده بجد، بس وكبده فراخ مية بس مية. ما عملتها كانت مجمده ورحت احطها ايوه، بس بقى بالزبده البلدي بقى. الله الله، انت عمالك ايه في المطبخ يا ندى؟ لا انا بطبخ لحد الكبده بس ولا في لا لا كله لحد العكاوي والكوارع. طب يعني يلا بجد والله يا جماعه جدا. لا لا وطواجن الباميه بالعكاوي. بس اكتر اكله مايه بتحبها بقى من ايد مامي ندى يعني ايه الاكله؟ ميه؟ لا ميه بتدوس في كل كل حاجه بتعجبها. لا بس مامي وحشني من ايديكي. ايه بقى؟ بصي هي بتحب المكرونه بالفروتي دي ماري اللي هي بالجمبري بالسي فود والكريم والحاجات دي. قربي شويه يا ندى عشان بالزيت بيطرطش. انا حطيت لا لا ما تقربيش، خلي بيطرطش الدرع اهو الدرع معاكي ساتر عشان الفستان بس ما يبقاش. هنا بقى الطاسه دي انا حطيت فيها شويه بصل يبداوا يتشوحوا مع شويه زعتر، وهنا حطينا الثوم، يعني هنا البصل بيتشوح وهنا شويه من الثوم مع الزعتر، ونبدا نقلب كده. ودي بعد بعد ما خدت الشط دي امانه معاكي بقى خلاص. بعد ما تحسي ان هي استوت شويه حط لها شويه عصير ليمون. انت حطيت ثوم مش كده؟ حطيت ثوم. انا عايز اقول لكم حاجه سريعه جدا. هنا ثوم وزعتر وهنا بصل وزعتر بالظبط كده. هنا عايز اوريكم حاجه هتعجبكم جدا. هنا في البوله دي بحط شويه زبادي وبحط لها كمان لمسه صغيره جدا من الزعتر وسن الثوم صغيره. بتعمل ايه؟ وممكن كمان نحط لها خيار وشبت، بس انا يعني ايه عامل نوعين، واحده بالخيار والشبت وواحده بالثوم والزعتر. دي استاذه نقلت على الطاسه الثانيه عادي. ايوه ما انا سايبها بقى، انا مطمن خالص، انا مطمن. ما شاء الله ما شاء الله. لا استاذه انا طباخه خلي بس غريبه طباخه شديده. لا وحلويات وحاجات. طب امال بتحافظي على الرشاقه ازاي يا ندى؟ يعني ازاي الرشاقه دي مع هقول لك على سر بقى، هقول لك على حاجه. المساله مساله جينات والله. انا باكل مكرونه وشوكولاته وكيك والله ورياضه طبعا. طب انت جيتي لي في ملعبي، انا كنت في ايطاليا هناك، وكل الحاجات اللي في ايطاليا بتتخن بس البيتزا الباستا. طب هما تخان مش تخان ليه بقى؟
بيصحوا بدري واخر وجبه الساعه 6. بيصحوا بدري واخر وجبه 7 بالكتير. ندى يومك عامل ازاي؟ بيمشوا يعني بشرب ميه سخنه اول ما اصحى من النوم. انا هحط الليمون. برافو عليكي برافو عليكي، انت اخترتي التوقيت المناسب. بتلعبي رياضه كل يوم يا ندى؟ بمشي كل يوم. بتمشي؟ برافو عليك. ايوه انا مره قابلتها في الشارع وجريت وراها عشان اسلم عليها بس ما لحقتهاش. انا عشان لسه قايله لها دلوقتي قلتي طب ما طلبتنيش ليه في التليفون؟ كنت تك 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 على طول. حط هنا كمان شويه عصير. تعمل الخبز اليوناني. بص يعني هي اختارت التوقيت المناسب جدا في ان هي تحط الليمون اول ما ابتدت تحس ان الكبده خلاص. هقول لك محمود، مش هقول لك محمود، هقول لك محمود. وبعدين بنغطي عليها. ماله محمد سعد؟ ماله نجم النجوم؟ طبعا طبعا جدا محمد سعد. محمد سعد هي سرحت شويه كده. محمود سعد قالت محمد سعد. لا طيب. مش احنا اتفقنا ان انا هغلط؟ اتفقنا. ايوه ايوه. طيب احنا بعد ما قلنا الكبده وابتدت تستوي، والكبده اكيد النهارده هتطلع حلوه قوي من ايد الاستاذه الجميله ندى بسيوني، ربنا يخليك. هنروح على العيش. العيش مقاديره سهله جدا. لكل كيلو دقيق بنحتاج نص لتر من الميه، والمقادير هتنزل على الشاشه حالا. نص لتر من الميه بحتاج له معلقه من الخميره، ومعلقه صغيره كمان من الملح، وثلاث اربع معالق من زيت الزيتون. يبقى كيلو الدقيق معلقتين سكر ومعلقه ملح ومعلقه كبيره خميره، معلقتين ثلاثه من زيت الزيتون، ونص لتر ميه. الاكله اليوناني او العيش اليوناني صدفه ولا انت عارف ان جدتها يونانيه؟ لا انا معرفش. لا ايطاليانيه. فعلا جدتك يونانيه؟ لا ايطاليه. ايطاليه. الله على الصدفه الحلوه. ايطاليه بس انا اسكندرانيه. ايطاليه ولا يونانيه؟ ايطاليه. بس الاكل اليوناني الاسكندرانيه بيعملوه كتير. وانت من اسكندريه؟ انا اسكندرانيه يا معلم. العيش اليوناني يعني الكبده دي اسكندراني. الكبده دي يوناني. يوناني. العيش كمان البيتا اليوناني ده من حلاوته، من ضمن الحاجات الحلوه فيه انه بيتعمل على الطاسه. الله. خلاص يعني سهل اي طاسه تتعمل. كل ست بيت تعمل. بالظبط كده. كل اللي هنعمله، ادي الدقيق اهو، حطينا الدقيق. الموضوع سهل جدا. معلقتين من السكر، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين من زيت الزيتون. الخليط الحلو ده كله مع بعضه في العجان لما ننزل عليه بنص لتر من الميه. احب ان احنا ندى مبسوطه. احب ان احنا نعجن العجينه بالراحه خالص لحد ما العجينه تتجانس معانا وتتعجن كويس جدا. وبعد ما تتعجن نسيبها تستريح شويه. انت عارفه طبعا موضوع نستريح ده، انا تخمر وتتغطى. أيوة. أيوة. دايما انا ليا كده اسلوب افتكر منى على طول نتعامل معامله العجينه اللي سيبوها تستريح. ريحونا. بنقطع منها حته صغيره كده شكل دايره، ونبدا نفرد العجينه على شكل رغيف. ومهم ان الطاسه التفال تكون سخنه. وهي بقى الاستاذه ندى بسيوني بتعمل كبده الفراخ اللي بالثوم والليمون والزعتر كويس، والبصلايه الناحيه الثانيه الروائح حلوه بتاعه البصل والزعتر. جميله. ايه الاخبار؟ 100 100. ايه الاخبار؟ طمنيني. 100 100. 100 100. هناكل كبده مستويه النهارده ولا لا؟ مستويه. الكبده ما بتاخدش سوا. سر في الاسكندرانيه يا ندى حلوين ونجوم، وطلع منها عباقره زي سمع انور عكاشه. البحر صح؟ هو ملهم بالنسبه للشعراء والفنانين وكده، لكن ستاتهم حلوين يعني. دي موضوع كبير. هي ستاتهم يعني اقوياء. اقوياء. عندهم اصرار وعزيمه. انا كنت في الفاصل قبل ما نطلع الفقره دي، انا هفتن على منى وعلى ندى. ايه كانوا بيغنوا سوا؟ هي اللي بدات. ايوه قلت هي اللي بدات. طب بتغني، فقلت لها ايه الصوت الحلو ده؟ قالت لي الجمهور لازم يسمع. لا انا قلت عايزه منى تغني. يلا يا اصحاب. فقلت لها نغني واحنا سوا. يلا احنا نخاف يعني؟ لا انا عايزه. يلا تغني معايا. يلا يا ندى. واحد اتنين ثانيه بس دي لك. انا قفشت صوتك حلو وانت بتغني مع بعضينا. لا انا واحنا يا اصحاب بينا نسهر بينا نفرح. يلا واحلى ليله فيها شجر الحب يطرح. يلا نقيد شموع ويا عينك في دموع. يلا يا ندى. يلا يلا البصل هيتحرق. يلا يا اصحاب. كفايه كده بقى. تسلم ايدك والله. لقيت اني لازم. ميرسي يا منى جدا عشان كان يعني نفسي اسمع الاغنيه دي، بحبها جدا. يا روح قلبي. وصوتك والاستعراض كانت تجنن. كل يعني ادي اغنيه باستعراض، واستعراض شيك جميل كان. كل ما بنسمعها كل ما بنسمعها بتعمل حاله. ايمان شفت ايه بتقلدي تعمل كده؟ ماشي يا ايمان ماشي.
انت عاملين انت هتغني يا ندى؟ نادي هتغني؟ ندى هتغني؟ لا انا دلوقتي بطبخ. كنت بتغني حاجه قبل ما حاجه حلوه؟ كنت حاجه مش عارفه ايه الخروج برضه اسكندريه جايبه اصوات حلوه لكن دلوقتي انا بصي البصل اصلا. طب بتحبي تسمعي ايه طيب وانت بتطبخي كده؟ بتدندني ايه وبتسمعي ايه وانت بتطبخي؟ بصي انا طول الوقت بسمع مزيكا. لازم نوع المزيكا لايت ميوزك، كل انواع المزيكا على حسب المود. يعني على حسب الحاجات. يعني اتعلمتي ايطالي؟ يعني من بوكو بعض بوكو الكلمات. يعني كلمات كده. دي ايه بوكم بوكو؟ بوكو حبه بوكو صغيرين يعني بوكو. نص النص شويه شويه شويه. يبالو ايطاليانو. الله. الاكل الايطالي بتحبي ايه في الاكل الايطالي؟ البيتزا والمكرونه والعيش بتاعهم وكل حاجه والجبن بتاعتهم هم بيعملوا بزيت الزيتون إزاي كتير يعني والوزن والحاجات الحلوه فورماجيو والجبن طبعا كواترو فورماجيو دي كواترو فورماجيو دي ونا بيتزا ايطاليانا الله لا لا لي بارلا ايطاليان تو بارلا ايطاليان وباني طب والله دي حاجه حلوه اجو ني بارل بارلا حلوه قوي نطلع فاصل بقى نواجو بارل فرنسي تو سي بليسيما نطلع فاصل بليسيما يعني حلو جميله طلعينا فاصل يا استاذه اللي بتقلديني طلعينا يلا اندياو فاصل لسه مكملين معاكم ستات ما يعرفوش يكذبوا بس بيعرفوا يطبخوا ندى طلعت بتعرف تطبخ حلو قوي جباره شاف محمود سعد ما زال بيخبز العيش اليوناني ودوقنا ايه في الفاصل دوقنا كبده حلو قوي قوي ومعايا طلعينا في الحلقه النهارده قاعدين يتكلموا ايطالي طول الفاصل افكركم سريعا عملنا الكبده او ندى بسيوني عملت الكبده ازاي على طريقه ندى بسيوني حطت الزيت الزيتون وحطت عليه شويه زيت عادي وبعدين حمرت الكبده وفي التوقيت ده حطت ملح وفلفل اسود وشويه من الثوم مع رشه زعتر حلو قوي وبعدين هي اختارت التوقيت المناسب اللي هتقول لكم عليه دلوقتي امتى حطت عصير الليمون امتى بعد ما شكشكت كده الكبده وابتدت تحمر ايوه خدت الشط خدت الصدر يعني تتحمر كده شويه وحط الليمون بقى في صنعة برضو في صنعة في ست بيت مصرية انا بقى مصرية كده مصرية بس عايزة اقول لك احط نقطة خل كمان عشان المزازة عايزة اقول لك انا احط دبس الرمان بقى بص بقى انا دبس الرمان بس بيبقى حادق شوية احط نقطة خل واسمع كلامها نقطة الخل الحلوة الجميلة دي الخل بيعمل سلام عليك كده وفي فن طيب. لو عندي دبس رمان كنت حطيت بس في الاخر نقطة الخل عشان المزازة برضو دي اضافة حلوة منها وانا حبيتها الحقيقة الاضافة الجميلة دي العيش بقى كيلو دقيق ومعلقه صغيره من الخميره او باكت صغير من الخميره الفوريه وحطينا عليه معلقتين سكر ورشه ملح وقد ايه زيت زيتون معلقتين ثلاثه زيت زيتون معلقتين وقد ايه ميه لتر لتر ايه استني احنا قلنا ايه في الفاصل لا اقل 600 أيوة اقل شويه زي ازازه الميه يعني ازازه الميه الصغيره بصي احنا أيوة. لا اقل شويه ايوه اقل خدي منها بقى وحطي الباقي برافو عليك يا ايمان برافو وبعدين عملنا العيش عملناه كور بعد ما اتخمرت العجينه وفي الطاسه من الناحيتين بيطلع شكله بالشكل الجميل ده ورغيف على التاني على التالت وتعالوا نقدم الطبق الحلو ده حلو شبه الصاج شبه الصاج السوري والتورتيلا واخد ريحه زيت الزيتون الجميل الله. بص انا بحط في الطبق ثلاث ترغيفه كده وباجي في النص هنا بعمل ايه بقى احط شويه طماطم صغيره نعرف نعمل ريجيم مع محمود يعني ريجيم ايه يعني نعرف نعمل افطري بيه بنمسك نفسنا بالعافيه والله وشويه خيار كده وشويه كمان من الخس افطر بيه وبعدين باخد حبه من البصل اللي اتكرمل حبه بصل حلوين كده من البصل اللي اتكرمل الجميل ده بالزعتر والليمون وانت بتحط الحاجه بنشكر ندى النهارده نورتنا في استقناع في وش كدبو ميرسي حبيبتي وشرفتينا وبالذات في فقره مطبخ ايمان طبعا يعني استاذه طبعا جميله ندى ومسكتها برضو للحاجه وطريقتها في التعامل لا ست بنت شاطره استاذه وذواقها ميرسي والله وانا كمان بشكركم وعايزينك تختمي بقى الحلقه النهارده في فقره مطبخ كده وتقولي بقى يعني طبعا نشكر محمود طبعا عايزه اقول محمود طبعا انا اتعلمت منك حاجه جديده وهروح اعملها وميرسي جدا احنا كمان اتعلمنا منك الطريقه الحلوه ربنا يخليك الخل صح الخل نقطه الخل في اسرار برضه لا والعيش انا هروح اجربه ان شاء الله وممكن تجربوه بقى بانواع اخرى من بس ثانيه واحده يحط الطبق بس كده اهو ويقول لنا خلاص جرنش وبتاع ونحط بقى شويه من سلطه الزبادي على الوش الطبق وناخد الطبق الحلو ده ونروح عند المخرج الجميل والطبق شكله بقى يجنن جوات الاستوديو كله والاستوديو هات
اللي جنبنا كمان. والله يعني ده يعني بس عشان من ذوقك الجميل وكلامك الحلو. والبصل اللي كانت ندى بتقلبه ده حطيته بقى. حطيته بقى معاه ونحط بقى اربع الليمون الجميله دي كده تدي شكل حلو للطبق الجميل اللي احنا شايفينه ده. وندى هتختم بقى باحلى ختام يا ايمان. وحلقه جميله قوي مع الجميلتين جدا منى وايمان، وبكره مع ستات ما يعرفوش يكذبوا في مواضيع جديده وضيوف جديده، وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم الحلقه دي وكل الحلقات اللي جايه. باي باي.